هذه الأزمة فما زالت مستمرة. حليب عاصمة عشان الحليب أشوف عشان هذا كفر مصر رانا في قلب العاصمة رانا في حي من أحياء الجزائر حسين داي تفرج مليح أثناء الحرب القذرة في التسعينات لم يصل الوضع إلى هذا الحال، يعني لم تكن هناك مشكلة حليب، وكانت المشكلة تاع المياه محدودة جدا. أيام الحرب القذرة خاضوا حرب ضد الشعب الجزائري، حرب بائسة. والسؤال مرة أخرى، هل نحن تحت حصار؟ هل هناك حرب دولية ضدنا؟ حرب خارجية ضدنا؟ هل هناك كوارث طبيعية؟ لا، ماش عندهم سنوات هما يقولوا بلي خلاص هذه مشكلة الحليب راح نحلوها وحليناها إلى آخره. وراها المراعي تاع السعودية اللي كانوا يتكلموا عليها قبل سنوات. ما زال الناس في الجزائر في كثير من المدن في كثير من الأحياء بما فيها العاصمة تقضي الساعة والساعتين وثلاث ساعات باش تشتري الحليب أو باش تشتري العدس أو باش تشتري الروز أو بشرية، ولا ماش الزيت والسميد هو الحليب دائما والروز والعدس إلى آخره إلى آخره. أي نظام حكم هذا؟ أي جماعة حاكمة هذه؟ كيف يحق لهم أن يستمروا ولو دقيقة إضافية في حكم البلاد اللي حولوها إلى جحيم لأهلها؟ وكل يوم أبشع وأسوأ، بينما الخطابات تسمع الخطابات تدقرك في سويسرا أو في السويد أو في سنغافورة أو